إعدادا للانطلاقة وإتاحة الفرصة للجميع للسباق وانطلاقة طيبة. نتمنى السلامة للجميع وننتقل بكم مباشرة إلى المضمار. في هذه اللحظات وفي مضمار الشهيد فهد الأحمد الصباح ننطلق معكم ومع انطلاقة هذه الأشواط وهذه الفعاليات ومع شوط الحقائق بكار مسافة المخصصة والمحددة 3 كيلومترات. على العموم مشاهدينا الأعزاء مستمعينا في كل مكان ونحن في طريقنا إلى صاحب المركز وصاحبة المركز الأول وعند مقدمة الشوط نرى نوايا لشنار محمد الهادري في أول المراكز، لكن المركز الثاني نرى شعار شنار أو عفوا جبران محمد العجمي في ثاني المراكز الهضبي على ما أعتقد الضبي جبران محمد العجمي أمام في المركز الثالث هنالك نرى قرموشة لمحمد في الراجل وطيب العجمي في سارة المراكز المركز الرابع اللي واصله هنالك اللي هي الجهروية لسعد بن زيد الإجباري في رابع المراكز المركز الخامس هنالك حاملة رقم سبعة اللي هي حلال جابر بن مسعود ابن بنا المري في خامس المراكز. والمركز السادس نرى وصول المركز السادس اللي واصله هنالك نرى غدير لماجد ابن فرج الظفيري وايضا المركز السابع اللي هي صيدح لعادل بن علي بن عبد اللطيف الحمد. اذا مشاهدي الاعزاء نعود معكم الى مقدمة الشوط والى اول المراكز ومع الظبي يا سلام ال 1500 متر تفصلنا عن خط النهاية، ولكن الضبي غيرت على الشوط انتقلت إلى مقدمة الشوط والضبي لزبران محمد العزمي في أول المراكز. ها هي الضبي يا سلام ويقوم بالعناية والتضمير نادر ابن زبران العجمي في أول المراكز يقوم بالعناية والتضمير. إذا مشاهدينا الأعزاء ها هي الضبي في مقدمة الشوط وفي مقدمة الشوط الضبي اللي وتعال ملكيتها لزبران محمد العجمي في أول مراكز. أما اللي في المركز الثاني اللي واصل نوايا لشنار محمد الهاجري وأيضا نرى حلا واصلة جابر بن مسعود بن بنا المري انتقلت إلى ثاني مراكز وتسللت إلى مقدمة الشوط، ولكن أيضا واصلة لسعد بن زيد الإجباري اللي هي الجحراوية. لكن نعود مع الضبي وروح يا عطله مع الضبي لزبران محمد العجمي. ها هي الضبي ولكن يا سلام حلا واصله حلا يا حلا يا جابر يا بن مسعود يا بن بنا يا المري وحرك يا اخويا نادر واصلك هنا جابر بن مسعود بن بنا على ظهر حلا ولا الضبي يا سلام. اذا مشاهدي الاعزاء ها هي الضبي لزبران محمد العجمي، ولكن والله واصله حلا ولا الضبي. لكن اذا مشاهدي الاعزاء ها هي لحظات وتسوير النتيجه، ولكن الضبي لزبران محمد العجمي. ولكن اذا مشاهدي الاعزاء ها خلاص لحظات الوصول الضبي الى نهاية الشوط وخط النهاية. ها هي الضبي لحظات وصولها الى خط النهاية مع الفوز والناموس. تهانينا والف مبروك والناموس نزفها لزبران بن محمد العجمي على حصول الضبي في المركز الاول. تهانينا والناموس. ها هي لحظات الوصول الضبي الى خط النهاية في شوط الحقائق ابكار وفي هذا الشوط السابع في هذا المساء
ألف ألف مبروك الجبراء محمد العجمي لحظة وصول ضبي في المركز الأول. المركز الثاني حلا جاز بشهد بن، المركز الثالث ماجد بن فرج الظفير، المركز الخامس سعد بن زيد الإجباري، المركز الخامس عادل عبد اللطيف الحمد، وأيضا شناف محمد الهاجر ومحمد بن فراج الطيب. إذا مشاهدي الأعزاء نزف التهاني والتبريكات للزبران محمد العجمي على حصول الضبي في المركز الأول في هذا الشوط، وننتقل معكم إلى الشوط القادم ومع الشوط الحقائق بكار أيضا. ونجدد التهنئة للسيد زبران.